هذه الحلقة نعيش مع ذكرى الشاعر العربي المصري الكبير صلاح عبد الصبور، مع آرائه، ذكرياته، أفكاره وحديث الذكريات. أذكر أنني في السنة الثانية الثانوية كتبت قصيدة، كنا ندرس قصيدة عمرو بن كلثوم الشهيرة: ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرينا، وهو يفتخر فيها بقبيلته تغلب وبأنها صنعت وصنعت وصنعت. فكتبت قصيدة على غرارها لأن أعجبني جدا رنين القصيدة، فكتبت قصيدة على غرارها في الفخر أيضا. وطبعا لم يكن لدي ما أفخر به، فأنا لست فارسا كعمرو بن كلثوم وكل هذا، ولكن كتبت بل وغلوت في الفخر حتى زعمت أنني خضت المعارك وكسبتها وحاربت بالسيف وإلى آخره. كانت بالضبط نسخة مهتزة من قصيدة عمرو بن كلثوم. بعد ذلك قرأت المتنبي فملك شعاب نفسي، ثم قرأت أبا العلاء المعري. فأبو العلاء المعري يتميز بهذه الوفرة الهائلة من الألفاظ، وأعجبتني هذه الألفاظ الجديدة التي نسميها مفردات أو غريب اللغة. فجمعت كل هذه الألفاظ بمعانيها في كراسة، ثم أخذت أنظم لزوم ما لا يلزم ومقطعات تشبه كثيرا مقطعات أبي العلاء في دواوينه الشعرية. وحينما أيضا تعرفت بالأدب بالشعر الحديث، وكان أهم من يعاصر طفولتنا وصبانا وشبابنا في ذلك الوقت هما الشاعران محمود حسن إسماعيل وعلي محمود طه. وكان هذا في مصر، لأن ربما كان محمود حسن إسماعيل وعلي محمود طه يعيشان شعراء آخرين في الوطن العربي، ولكن ناجي أعتقد ناجي كان ما زال، يعني ناجي لم يكن، كان كثير من النقاد يظلمون ناجي، ولذلك كانت وأولهم طه حسين. يعني طه حسين عندما تناول شعر ناجي لم يأبه به كثيرا، لكن كان محمود حسن إسماعيل بما فيه من غنى لفظي، وعلي محمود طه بما فيه من صقل، وأيضا بما فيه من تقديم. يعني علي محمود طه كان يمثل، كان يزور أوروبا ويكتب عنها زي قصائد الجندول مثلا وصورة الجندول في عرض القناة ويغنيها عبد الوهاب وهكذا، وينقل إلينا صورة من أوروبا، صورة شعرية لم نكن نحلم أن نراها يوما ما، فكان يمس قلوبنا. فأيضا قلدت هذين الشعرين، ولكن فجأة توقفت. ربما كان هذا التوقف لمدة سنة أو سنتين عن الكتابة تماما، محاولة للإمساك بالنفس. أهلا بحضراتكم. كما قلنا، التراث هو هذا الكنز، وربما يعني شاهدنا منذ قليل واحد من أهم الشعراء المحدثين، ولكنه كان مستلهما واعيا لتراثنا وظفه في مسرحه الشعري وفي قصائده أيضا، هو الشاعر الكبير رائد تيار مسرح شعري كامل وتيار المسرح الحر، الشاعر الكبير صلاح عبد الصبور. ولكن فقرتنا سنرحب بالأستاذ عيد عبد الحليم، وهو رئيس تحرير مجلة أدب ونقد. برحب بحضرتك فندم. مرحب بك أستاذ طارق. سنمر على بعض الأيقونات التراثية التي استلهمها كبار شعرائنا، فلنبدأ بصلاح عبد الصبور ثم نعود للتاريخ مرة أخرى. طبعا صلاح عبد الصبور حالة خاصة في الأدب والثقافة العربية والشعر بشكل خاص. طبعا زي ما قلت حضرتك أستاذ طارق، هو أحد رواد التجديد في الشعر العربي الحديث، مع بدر شاكر السياب ونازك الملائكة في العراق، وصلاح عبد الصبور وأحمد عبد المعطي حجازي في مصر. هؤلاء هم يعني فرسان الرهان في التجديد الشعري العربي بوجه عام، خاصة في قصيدة التفعيلة أو الشعر الحر. صلاح عبد الصبور بيتماس مع السياب تحديدا في فكرة استلهام التراث
التراث العربي القديم، وخاصة لكل منهم استلهاماته. فصلاح عبد الصبور يتميز بأنه استلهم التراث الصوفي، وطبعا ده ظهر جليا في مأساة الحلاج، في مسرحيته الشهيرة طبعا. نعم. مأساة الحلاج، واللي كانت تعتبر فتح كبير في المسرح الشعري. ربما لم يأتي شاعر حتى بعد صلاح عبد الصبور بنفس القامة. حققت مأساة الحلاج حينما عرضت على خشبة المسرح القومي في ستينيات القرن الماضي حالة من الزخم الجماهيري وحالة من الزخم الثقافي. وكانت يعني إذا كان صلاح عبد الصبور رائد في تيار التجديد الشعري، هو أيضا بهذه المسرحية أسس لتيار جديد في المسرح الشعري، لأن المسرح الشعري قبل ذلك كان يستلهم التراث زي عزيز أباظة مثلا في العباسة وغيرها من المسرحيات، ومن قبل طبعا أحمد شوقي وسنتحدث عنه بالتفصيل. صحيح، ولكن قبل أن نذهب إلى أمير الشعراء أحمد شوقي، أريد أن يعني أعلق قليلا على يعني مأساة الحلاج. هنا استلهام التراث من شاعرنا الكبير كانت له أهداف خاصة ممزوجة بقضايا عصرية محاطة بظروف سياسية واجتماعية ولحظة تاريخية ما. بالفعل بالفعل، يعني مأساة الحلاج هي ليست مسرحية تراثية، يعني إذا كان مثلا عزيز أباظة كان يكتب مسرحا تراثيا صرفا ويعرض لقضية تاريخية، أما صلاح عبد الصبور فهناك إسقاطات واقعية على هذه الخلفيات التراثية. فالحلاج هو رمز للحرية في التفكير والتعبير، وطبعا في هذه الفترة يعني لا ينفك الأمر عن ما حدث. يعني فترة 59 لحد 64 كانت فترة اعتقال لكثير من المثقفين المصريين في عهد عبد الناصر، ومنهم من ذهب للواحات، يعني أذكر منهم ألفريد فرج الكاتب المسرحي الكبير، وهو أيضا صاحب استلهامات في المسرح. صحيح. من خلال مسرحي التاريخي مثل حلاق بغداد وما. نعم. إلى ذلك. أيضا كان هناك صنع الله إبراهيم، والذي كتب روايته الأولى في الواحات أيضا تلك الرائحة. وهناك مفكرون كبار كانوا في تلك الفترة سجنوا مثل محمود أمين العالم وفتحي عبد الفتاح وغيره. يعني إذن هنا كان الاستلهام من أجل يعني ضرورات فنية وضرورات سياسية. بالفعل. نعم. بالفعل، فالحلاج حتى في التراث العربي هو رمز للتمرد. يعني من 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 قال لا في وجه من قالوا نعم، زي ما نقول أمل دنقل يعني، سنتحدث عنه أيضا. أيضا يعني كل الحلقات متصلة ببعضها. صحيح. لأن الإبداع هو ابن الحرية، هكذا كان صلاح عبد الصبور. أيضا صلاح عبد الصبور هو ابن الشعب، حتى في ديوانه الأول استلهم التراث أيضا، ولكن ليس التراث العربي القديم، ولكن الموروث الشعبي والفلكلور الشعبي. حينما والقضايا الشعبية، يعني هناك قصيدة شهيرة في ديوانه الناس في بلادي، وهي تعتبر أشهر قصيدة في هذا الديوان، هي شنق زهران. الفتى الذي على خده شامة وعلى صدره يمامة. هذه النقوش الشعبية. صحيح. وزهران هو بطل حادثة دونشواي 1906، الحادثة الشعبية الشهيرة في التاريخ المصري الحديث، والتي حركت كثير من قضايا المفاوضات مع المحتل الأجنبي بعد ذلك، وكانت سببا في سفر مصطفى كامل إلى الخارج أيضا سنة 1906 ومناداته بالقضية المصرية في رحلته الشهيرة. وكانت بداية، تعتبر بداية يقظة شعبية توجد بعد ذلك في ثورة 1919. صلاح عبد الصبور أيضا استلهم التراث الصوفي في كثير من قصائده. يعني هناك قصيدة في ديوانه الثاني تحت عنوان بشر الحافي، وهو أحد الصوفيين الكبار الذين جاءوا بعد الحلاج. هو أيضا يعني كان هذه الرؤية الصوفية عند صلاح كانت مغلفة أيضا برؤية فلسفية، لأن صلاح عبد الصبور كان قارئا جيد، وهو من أكثر الشعراء في تاريخ مصر الحديث ثقافة، فقد تربى على الشعر الإنجليزي تحديدا، لأنه دارس للغة الإنجليزية، يعني هو خريج أداب لغة إنجليزية. صلاح عبد الصبور كان شاعرا مهموما بالواقع، ولذلك حينما سئل
أنت سؤال الشهير طبعا والذي يردد دائما، هل أنت شاعر حزين؟ لأن نبرة الحزن كانت عالية. فقال أنا لست شاعرا حزينا ولكني شاعر متألم. وهنا التألم بمعنى أنه يغوص في قضايا واقعه ويتألم من أجلها. نعم. وهذا يمثل فارقا عظيما، أن تنهل من التراث ثم تزاوجه بالقضايا المعاصرة. ولعل أيضا ليلى والمجنون، وهي أيضا واحدة من مسرحياته الشعرية البارزة، كان فيها هذا الاستلهام ولكن من أجل قضايا معاصرة. بالفعل بالفعل، يعني حتى ليلى والمجنون هي مسرحية الواضح في البداية أنها طبعا عن القصة العشق الشهيرة بين قيس وليلى وما إلى ذلك، ولكن هي كانت تكئة أيضا وخلفية لقضايا مطروحة اجتماعية. يعني ربما ليلى والمجنون تطرح حما اجتماعيا بخلاف مأساة الحلاجة التي كانت تطرح حما سياسيا. صحيح. وكانت بعد ذلك حتى في مسرحياته التالية كانت ربما مسرحيات أكثر اجتماعية. وهذا يجرنا إلى ولكن ليلى والمجنون عفوا كانت تحمل أيضا هما سياسيا بجانب الهم العاطفي، أو مغلف بهم عاطفي، بدليل اليوميات التي قدمها لنا في هذا العمل، والتي ينتظر فيها نبيا يحمل سيفا، أو نبيا يحمل قلما ينتظر نبيا يحمل سيفا، أي هنا ينتظر التغيير من الجيل القادم. بالفعل بالفعل، حتى في مسرحياتي اللي بعد كده هناك، حتى يعني في هناك مسرحية لها بطل صحفي ماشي، وهي نفس المهنة التي كان يعمل فيها صلاح عبد الصبور. نعم. حيث كان يعمل في روزا اليوسف. نعم. صلاح عبد الصبور يعني هو عالم متكامل، وهو قارئ جيد للفلسفة الغربية والعربية أيضا. نعم. وأيضا يعني ليلى والمجنون تجعلنا نذهب إلى مجنون ليلى لأمير الشعراء أحمد شوقي، ونذهب إلى استلهام شوقي للتراث. يعني كيف طوع، وأي أنواع التراث التي استلهمها أمير الشعراء؟ أحمد شوقي يعني في ميزان النقد العربي هو المجدد الأول في الفنون جميعا، يعني كان لم يظهر حتى فن الرواية، كان في بدايات القرن العشرين لم يظهر بعد. أحمد شوقي حتى في مسرحياته كان يكتب، لم يكتب عليها مسرحية، كان يقول روايات شعرية. نعم. ويمكن حتى الجيل الجديد دلوقتي بيحاول يقولك في رواية شعرية. نعم. يعني ده أصبحت صحيح. مدرسة دلوقتي. صحيح. الكثير من الشعراء بدأوا يقول هذا المسمى الذي بدأه شوقي في نهايات القرن التاسع عشر. لكن استلهام شوقي كان ربما لم يكن له أبعاد سياسية أو اجتماعية. شوقي لأنه ارتبط بالقصر الملكي وقصر الخديوي وأسرة محمد علي منذ طفولته، التصاقه بالسلطة، بعض النقاد يرى أن ذلك ربما عطل عملية التجديد، بينما ينفي نقاد آخرين هذا الأمر، وهو يعني تلقى نقدا من كثيرين. لا، هو انا بختلف مع هذه النظره. ليه بقى؟ اولا النشاه دائما لها تاثير. يعني صلاح عبد الصبور اذا كنا نتحدث عنه، لا، لما كتب الناس في بلادي، لانه جاء من الريف المصري من مدينه الزقازيق، فكتب عن الفلاحين المهمشين. وكتب عن عاداتهم. شوقي نشأ في القصر الملكي، جدته كانت وصيفة في القصر الملكي وتربى. يعني وأصدقاؤه كان الخديوي توفيق كان صديقه في الطفولة ورفيق طفولته، والملك فؤاد، دول رفقاء طفولته اللي تربى معهم. فكان ولاؤه في البداية لابد أن يكون لهؤلاء. ونصف شعر شوقي مديح في الخديوي وأسرة محمد علي، لدرجة أنه يعني احنا عارفين ان هو كتب روايات مسرحية او مسرحيات. صحيح. شعرية عن قمبيز، عن قمبيز طبعا في الدولة المملوكية، وده احد الملوك في دولة المماليك. كان وكتب عن علي بك الكبير في نهاية العصر المملوكي، ده الذي قتله وزيره ابو الدهب، وتولى إمارة مصر في حكم مصر في تلك الفترة قبل دخول الفرنسيين طبعا مصر. الفرس اعتقد ايضا، وكتب عن الفرس. وكتب عن الفرس، وكتب علي بك الكبير. وكتب قنبيز، وكتب كان يتمنى شوقي أن يكتب مسرحية عن محمد علي. نعم. اللي هو المؤسس الأول للدولة المصرية. نعم. لكن لم يسعفه الوقت يعني في ذلك.
كتب عن مجنون ليلى طبعا، ومسرع كليوباترا، ومسرع كليوباترا واستلهام للتراث الفرعوني، وهذه من أوائل المسرحيات اللي كتبها أحمد شوقي. وكان يريد أن يؤكد على الخصوصية المصرية، يعني رغم أن كليوباترا هي تنتمي إلى البطالمة، إلا أنها مصرية المنشأ والتربية والأصول، حتى في حبها هي مصرية في حبها أيضا، الذي أودى بها في النهاية إلى الموت الأسطوري الذي نسمع عنه ونقرأ عنه جميعا. شوقي كان شاعر ملحمي حين يستلهم التراث، ويمكن قصيدته الشهيرة وهي من أشهر القصائد كبار الحوادث في وادي النيل، من يقرأها يا أستاذ طارق سيجد تاريخ مصر متكاملا. هذه القصيدة التي ألقاها في مؤتمر المستشرقين سنة 1896 طبعاً. صحيح، أمام جمع كبير، وكان لها أدوي، لعل من بعض أبياتها قيل إيزيس ربة الكون لولا أن توحدت لم تكن الأشياء، واتحدت الأنوار حجبا فلم تبصرك أرض ولا رأتك سماء، أنت ما أظهر الوجود وما أخفى، وأنت الإظهار والإخفاء، لك آبيس والمحبب أوزوريس وإبناه كلهم أولياء، مثلت للعيون ذاتك والتمثيل يدني من لا له إدناء، وإذ دعاك اليونان عن بعد مصر ويلاه في حبك القدماء، فإذا قيل ما مفاخر مصر قيل منها إيزيسها الغراء. الله جميل، هو شوقي كان عملاق شاعر محكم، وفي اختياره للألفاظ وللجمل كان فيه استرجاع لتاريخ مصر. هذه القصيدة بداية من العصر الفرعوني حتى الخديوي توفيق اللي هو كان يتولى حكم مصر في تلك الفترة، وكان أراد أن يمجد فيها حكام مصر وأساطير مصر على مدار التاريخ. يعني بداية القصيدة: همت الفلك واحتواها الماء، وحداها بمن تقل الرجاء، ضرب البحر ذو العباب حواليها، سماء قد أقبرتها السماء. يعني كأن مصر من وجهة نظره تعلو أي سماء بصفاتها وتاريخها وشخوصها. ويمكن أكثر اسم تردد يعني هو طبعا في سوسو ستريت، وفي وفي رمسيس، وفي غيرهم. هنعود لرمسيس، ولكن لنذهب الآن إلى مجنون ليلى لأحمد شوقي أمير الشعراء بصوت موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. قضت لي حاجة عرضت مضرها، لو قضت لي القلب حاجاتي كم جئت ليلى بأسباب ملفقة، ما كاد أكثر أسبابي وعلاتي، بالخبر قد تحملت في
من كرمسيس في الملوك حديثا ولرمسيس الملوك فداء، بايعته القلوب في صلب ستي يوم أن شاقها إليه الرجاء، واستعد العباد للمولد الأكبر وزينت له الغبراء، جل سيزوستريس عهدا وحلت في صباه الآيات والآلاء. يعني احنا امام بايعته القلوب في صلب سيتي يوم ان ساقها اليه الرجاء. هنا امير الشعراء احمد شوقي الاعجاز الشعري، يعني ده نتكلم عن التمكن والاعجاز الشعري واستلهام حقيقي للتراث. كنا سنكمل ما بدانا. شوقي كان، انا اعتقد ان هو كان بالاضافه طبعا لبراعته اللغويه وجذاله العباره الشعريه اللي تميز بيها وجعلته طبعا الشعراء حتى يجتمعوا في نهايه العشرينيات من القرن الماضي ويبايعونه، وكان اللي بيقدم الحفل خليل مطران، وطبعا هو اللي كان ليه معزه خاصه عند احمد شوقي كتير يعني كمان، ودايما يقول صديقي خليل مطران الى ذلك. حتى حافظ إبراهيم طبعا القصيدة يمدح شوقي وشعرية شوقي. كان شوقي في القصيدة دي عنده رؤية مستقبلية، يعني هو يتحدث عن رمسيس ذلك القائد المصري المغوار صاحب الفتوحات وصاحب التاريخ الناصر، رمسيس الذي حكم مصر أكثر من 60 عاما يعني، وكان من أكثر الحكام اللي عاشوا سنا وأكثر الحكام عمرا. هو يقول أن رمسيس هو ابن الخلود، وحتى الآن كل عام في معبد رمسيس في أسوان ومعبده أيضا في الأقصر بتجد في جنوب مصر، بتجد الشمس في تعامدها عيد قومي صحيح. لمصر وللعالم أيضا يأتي في كل مكان، وكأن شوقي يريد ذلك. وحين يتحدث عن زوستريد ده سيزوستريس ذلك الملك الفرعوني المصري القديم، ده كان أول من شق قناة لتصل التي أصبحت قناة السويس قناة النيل. وفي العهد حتى الإسلامي استلهموا ما فعله هذا القائد الفرعوني المصري الكبير، وعملوا قناة عمرو بن العاص وشق قناة اسمها قناة أمير المؤمنين، لأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في الوقت ده سماها قناة أمير المؤمنين. والآن في العصر الحديث طبعا في عهد سعيد باشا حفرت قناة السويس، والآن تجديدات طبعا في عهد الرئيس السيسي لهذه القناة الجميلة التي بدأها قناة السويس. هي يعني معيار لتاريخ مصر، يعني تكاد تكون ترمومتر أو مؤشر للتطورات التاريخية في مصر. وكأن شوقي الذي مدح حكام مصر في هذه القصيدة يرى بعينه ما تصل إليه مصر مستقبلا أيضا، يستشرف أيضا. من أمير الشعراء أحمد شوقي إلى أمير شعراء الرفض السياسي أمل دنقل الجنوبي. تمام. نعم، هنا نحن أمام ظاهرة فيما يتعلق ببرنامجنا حكايات من التراث، لأن هذا الشاعر هو أكثر أبناء جيله استلهاما للتراث العربي والإسلامي من أجل صياغة يستنهض بها الأمة العربية. قبل ذلك أنا يمكن قلت أن أمل دنقل ربما البيئة هي التي صبغته بهذه الصبغة. أمل دنقل هو سليل القبائل العربية، طبعا احنا عارفين القبائل العربية حينما هاجرت في الأساس جاءت للقاهرة وما إلى ذلك، ولكن في صعيد مصر الجذور لأنها قريبة طبعا من الحجاز وما إلى ذلك، فجذوره حتى تمتد إلى هذه السلالة من القبائل العربية العريقة. وطبعا ربما البيئة التي فيها شظف العيش وما إلى ذلك جعلته قوي الشكيمة كما يقولون يعني. وكمان هو ابن جيل كان عنده أحلام قومية كبيرة، القومية العربية، وأحلام كثيرة بالتفرد العربي والمصري، ولكن انكسرت هذه الأحلام في يونيو 67. صحيح. هو ابن الهزيمة أمل دنقل. كان هناك كثير من الشعراء ربما يعني استكانوا كثيرا ولم يكتبوا شعرا بعدها، مثل صلاح عبد الصبور الذي تكلمنا عنه. بعد 67 صلاح عبد الصبور لم يكتب شعرا إلا عام 76 أصدر ديوانه الإبحار في الذاكرة، ولم يكن بقوة ما كتبه قبل يونيو 67. أما أمل دنقل فهو شاعر مصر في تلك اللحظة بالذات، شاعر النهوض
من الانكسار، وهذا ما يعطيه قيمة إضافية، لأنه يعني بينما يعني انكسر البعض هو قام ليستنهض الأمة، وكأنه ابن الحس الشعب المصري بالفعل الذي بحث في تراثنا عن الأشياء الجميلة والأشياء الرائعة في المكونات المصرية والعربية. الشاشة الآن تتزين وتتلألأ فعلا بأمل دنقل، بأحمد فؤاد نجم، بعبد الرحمن الأبنودي، بنزار قباني، بالفعل الأربعة الأربعة أستاذ صحيح. طارق، هؤلاء اثنان طبعا منهم شعراء عامية كبار. نعم. عبد الرحمن الأبنودي الذي صحيح. كتب، وأذكر أنه قال لي ذات مرة أنني في 67 كنت في بلدي، كان يزور بلده أبنود في الصعيد، فاتصل بي عبد الحليم حافظ ماذا سنفعل يا عبد الرحمن، فركبت القطار وألفت 17 أغنية كان أولها عد النهار التي تعتبر رائعة في صحيح تلك الفترة. صحيح. وفيها رفض برضو للهزيمة ورفض للاستسلام بالفعل. بعد شرح الانكسار. ونزار قباني أيضا صحيح. له هوامش على دفتر النكسة صحيح. هذا الديوان الشهير. أيضا أحمد فؤاد نجم أيضا له قصائد عن عبد الناصر في تلك الفترة. كثير من الشعراء ربما هجوا عبد الناصر لكنهم مدحوا مصر، لكن أمل دنقل كان خطا آخر. دعنا نقرأ هذه الفقرة. إن توظيف أمل للتراث لم يكن في الجانب الفني فحسب، بل بدأ عمله باحثا فيه وناقدا له، اهتم به منظرا، فقد كتب بحثا تاريخيا حول قبيلة قريش تحت عنوان قريش عبر التاريخ، وكان يشمل دراسة مطولة في 4 مقالات وقام بنشره في مجلة أوراق، كما أنه كتب دراسة عن أسباب نزول القرآن من منظور تاريخي، إلا أن جريدة الأهرام رفضت نشره وقتها. ثم يضيف كاتب المقال أن هناك اهتمام خاص بالتاريخ والدين كمصدر ثري لاستلهامه في أشعاره وفي كتاباته في المسرح في قصائده الشعرية. طبعا ربما طبعا أنا عايز أقول إن هو كان متنبئ ربما بالهزيمة، يعني ربما حتى قصيدته الشهيرة ربما هي أشهر القصائد، البعض يقول لا تصالح وسنتحدث عنها بعد ذلك، لكن أكثرهم فنية. زرقاء اليمامة، البكاء بين يدي زرقاء اليمامة، بين يدي زرقاء اليمامة. طبعا دي كانت من هذا الديوان صدر سنة 1969، لكن هذه القصيدة ربما كانت قبل النكسة بقليل بأيام. كتبها أمل دنقل واستلهم فيها القصة العربية الشهيرة طبعا زرقاء اليمامة، وهذه الفتاة التي كانت بنتا لإحدى القبائل العربية وكانت تحارب قبيلة أخرى، وقالت لجيش قبيلتها إن العدو، وكانت ترى على بعد أميال عينها زرقاء، فقالت لهم إني أراهم يختبئون وراء الأشجار. نعم. قالوا أنت كاذبة، ماشي، كذبوا رؤيتها، لكنهم بعد قليل أتوا وهزموها. ماشي. فأمل دنقل في زرقاء اليمامة، ولتسمح لي حضرتك تفضل. أقول بعض المقاطع من هذه القصيدة الرائعة حتى تجدها. كان من أقوال أمل دنقل: اكتشفت أنه لا يكفي للإنسان أن يكون شاعرا وقادرا على كتابة الشعر، فهناك كثير من التيارات الفكرية والثقافية التي كانت تموج في ذلك الوقت. وهو يرجع يعني الشعر إلى وظيفتين للشعر: الوظيفة الفنية، ثم الوظيفة المتوجهة للجمهور من أجل توعيته واستنباط فعل إيجابي منه. بالفعل هو كان يعني على ما أعتقد أن أمل دنقل الشيء الذي لم يكتبه هو المسرح الشعري. نعم. لكن قصائده فيها من المسرح الشعري ومن الأصوات المتداخلة داخل بنية النص الواحد، بما يجعلها قصيدة تصل للجمهور، ولذلك قصائده انتشرت انتشارا واسعا بين الجمهور وحقق شعبية كبيرة. صحيح. ارجع بس مقطعا من البكاء بين يدي زرقاء اليمامة لنرى كيف انه استلهم هذه القصة ليقول ان الواقع ايضا كانت المؤشرات تقول ان الجيش المصري بحاجة الى قوة في 67، وان كثرة يعني الافتخار تؤدي بالنهاية الى الهزيمة يعني بدون صحيح. عمل يعني صحيح. احنا الان على الشاشة كان معنا صورة أرملة الشاعر الكبير أمل دنقل، الكاتبة والناقدة المسرحية الكبيرة
عبلة الرويني. عبلة الرويني طبعا، وهي لها كتاب شهير صحيح. عن أمل دنقل الجنوبي، حكت فيه تجربته صحيح. مع المرض، وكان مقاتلا حتى مع مرض السرطان في النهاية، وكتب ديوانا حرب الشعب، الغرفة 8 رقم 8 صحيح. أيتها العرافة المقدسة، جئت إليك مثخنا بالطعنات والدماء، أزحف في معاطف القتلى وفوق الجثث المكدسة، منكسر السيف مغبر الجبين والأعضاء، أسأل يا زرقاء عن فمك الياقوت، عن نبوءة العذراء، عن ساعد المقطوع، وهو ما يزال ممسكا بالراية المنكسة، عن صور الأطفال في الخوذات ملقاة على الصحراء، عن جاري الذي يهم بارتشاف الماء فيثقب الرصاص رأسه في والدماء، أسأل يا زرقاء عن وقفة العزلاء بين السيف والجدار، عن صرخة المرأة بين السبي والفرار، كيف حملت العار ثم مشيت دون أن أقتل نفسي، دون أن أنهار ودون أن يسقط لحمي من غبار التربة المدنسة. الله. في بمناسبة سورة أرملته، يعني كان تحدثت عنه فقالت: في تلك السنوات قرأ العديد من كتب التراث والملاحم والسير الشعبية، ثم أعاد قراءتها بعد ذلك مرات عديدة في طبعاتها المختلفة، يحركه حس تاريخي لاكتشاف الطبقات المتراكمة وراء الكلمات والمعلومات. بالفعل هو ابن التاريخ العربي، كما قلت أن نشأته العربية الأصيلة هي أثرت عليه، ولذلك كانت شخصيته دائما متمردة حتى في قصائده التي فيها مباشرة، يعني لا تصالح هي ليست أعلى قصائد أمل دنقل الفنية، وربما هي أشهرها، حتى تم استلهامها في كثير من الأعمال الفنية الأخرى. هي اسمها لا تصالح المشهور، لكن هي في الأساس اسمها مقتل كوليب. مقتل كوليب. حتى هو كمان ضمن في بدايتها مقطع من الزير سالم. صحيح. ومقتل الزير سالم. نعم. يعني حتى القصائد المشهورة اللي كانت في ثورة الطلاب 1972 زي الكعكة الحجرية. والكعكة الحجرية كان هي اسمها صفر الخروج، يعني في الأساس صفر الخروج، وده استلهام من الإنجيل، يعني احنا عارفين حتى الديوان ذات نفسه اللي بتنتمي إليه هذه القصيدة اسمه العهد الآتي. هنا على الشاشة قبل أن الدكتور جابر عصفور وعائلته يحتفلون بعيد ميلاد أمل دنقل، طبعا في الصورة تظهر السيدة عبلة الرويني. صحيح، يعني العهد الآتي، صفر التكوين، صفر الخروج، صفر ألف دال، نعم، كلها يعني استلهام للإنجيل والتوراة، وهناك استلهام للقرآن مباشر حتى على المستوى الشكل، يعني على مستوى شكل القصيدة. هو كان يسمي مثلا صفر الخروج الإصحاح الأول، الإصحاح الثاني، الإصحاح الثالث، الإصحاح الخامس، وهكذا يعني بالترتيب. وهذه القصيدة لها حكاية جميلة كمان، يعني كان نشرت في مجلة سنابل التي كان يصدرها الشاعر الراحل عفيفي مطر في مدينة كفر الشيخ طبعا. وكانت هذه المجلة صدرت لمدة 3 سنوات من 69 حتى 72 حين نشرت هذه القصيدة، فتم إغلاقها بسبب هذه القصيدة، ومع ذلك الشعراء جاءوا بها في ميدان التحرير وعلى مقهى إيزافيتش قالها أمل دنقل، والجماهير في ميدان التحرير كانوا متجمعين وقتها، فلاقت شعبية كبيرة، وتعتبر هي قصيدة ثورة الطلاب في 1972. نعم. حتى يعني في الإصحاح الأول من هذه القصيدة اللي هي سفر الخروج أغنية الكعكة الحجرية، يقول أمل: أيها الواقفون على حافة المذبحة، أشهروا الأسلحة، سقط الموت وانفرط القلب كالمسبحة، والدم انساب فوق الوشاح، المنازل أضرحة والزنازن أضرحة والمدى أضرحة، فارفعوا الأسلحة واتبعوني
أنا ندم الغد والبارحة، رايتي عظمتان وجمجمة وشعاري الصباح. هنا دلالة كبيرة كمان أستاذ طارق، يعني هو يعبر عن الهزيمة ولكن ليس هناك يأس. نعم. أشعاره في النهاية الصباح والأمل. هكذا كان أمل دنقل دائما. معلق أنا على مشانق الصباح وجبهتي بالموت محنية، لأنني لم أحنها حية. يا إخوتي الذين يعبرون في الميدان مطرقين، منحدرين في نهاية المساء في شارع الإسكندر الأكبر، لا تخجلوا ولترفعوا عيونكم إلي، لأنكم معلقون جانبي على مشانق القيصر. فلترفعوا عيونكم إلي، ربما إذا التقت عيونكم بالموت في عيني يبتسم الفناء داخلي، يبتسم الفناء داخلي، لأنكم رفعتم رأسكم مرة. تمام. هكذا يعني الأمل. يعني بيستنهض الشعب من الهزيمة، بيخرجهم من فكرة السلبية والاستسلام. وكانت هذه القصيدة باستلهاماتها الجميلة ورموزها الدالة سبب بعد ذلك في نهضة الشعب المصري في 73. صحيح. وهنا يبدو الدور الجميل للمثقف الذي نفتقده الآن. كان أمل من على مقهى ريش أو مقهى إزافيتش يحرك العالم من حوله بقصيدة. صحيح. والجماهير تنتظر هذه القصيدة، وكانت هذه القصيدة بمثابة مانفيستو يوزع على الجماهير السائرة وعلى الجنود. آخر حفل حضره في دار الأوبرا المصرية القديمة كان جاءت ومن معها ومن ضدها الكثيرون، يعني الجبهتان متواجدتان، لكن أمل كان ضدها، كان ينظر إلى مصر أنها منتصرة وأنها بلد النصر، فكيف تضع يدها في يد العهد الصهيوني؟ كانت هذه وجهة نظر أمل. وكانت قصيدته مقتل كليب، وزي ما قلنا إن هو استلهم فيها في الأول كده قصة، جاب مقطع من الزير سالم، قصة الأمير الزير سالم، ودي قصة شعبية مشهورة. وبدأ لا تصالح. نعم. يعني هو حتى في مقتل كليب المقطع بيقول: فنظر كليب حواليه وتحصر، وظرف دمعة وتعبر، ورأى عيدا واقفا فقال له، عبدا واقفا فقال له: أريد منك يا عبد الخير قبل أن تسلبني، أن تسحبني إلى هذه البلاطة القريبة من هذا الغدير، لأكتب وصيتي إلى أخي الأمير سالم الزير فأوصيه بأولادي وفلزة كبدي. كأنه الضياع ولحظة النهاية، الحلم الذي انتظره المصريون جميعا، هو يقول ذلك. نعم. بعد القصيدة. صحيح. انتظره المصريون جميعا بالنصر، ها هو الآن ربما تبدو بوادر الضياع بوضع يدنا في يد هذا العدو والتطبيع معه أيضا. نعم. ربما يعني في فقرتنا بنحاول أن نرى أهم الاستلهامات للتراث، سواء كان بأنواعه، بكل أنواعه، لدى عدد كبير من الشعراء. ربما مررنا مر الكرامي على صلاح عبد الصبور، أحمد شوقي، أمير الشعراء، أمل دنقل، ولكن سنذهب أيضا إلى شاعر كبير هو فؤاد حداد. بعد هذا الفاصل نواصل الحديث عن استلهامه للتراث. ما هو تحب كنك؟ والكنكة تحب كنبة، والكنبة تحب قاعدة مبسوطة مربعة، وكلنا أربعة، أنا وإنتي وأنا وإنتي، وكلنا عيون كتير وطبلية وزير، ولا بنحب نبكي ولا بنعرف نطير، أنا وإنتي وأنا وإنتي. سيبنا البسطة ورانا في الترماي اللي داير، العتبة للإمام بنين حغيب على الشماعة، خايف وبخاف على الدولاب، وبدوب على البلاط، وبحس الظلة تقلت، وبسمع الوبور، وبحس المية تقلب، أنا وإنتي وأنا وإنتي. الضهر الشمس تلحس الظلة في اليمان، والضهر الشمس تعمل سبرتايا ذهب، بصينا البعض فيها
ومشينا البعض نبكي وقعدنا من التعب. أنا وبنبكي